اللهم كلهم بعد الحبيب حبيبا، ولدعاء من دعا لهم من المؤمنين سامعا ومجيبا، واكتب لهم من مواهب رحمتك حظا ونصيبا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك